الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، خالد بن سعيد بن العاص، كتاب كنا صور من حياة الصحابة. حنمان تشوقرني صحابي كنتني لبعض أو إن أنت سؤال هذا. هي كان أبي خامسا وهو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم. أبا هي وحوها نكي شنات وحناها نكي وقهري بسم الله الرحمن الرحيم قري صدقتهين إن أن رهنو خالد بو أها عدي وجوه الرئيسي قرت بسم الله الرحمن الرحيم يضا وتنمام يسيد قصة أرتي كتاب الأوائل لابن أبي عاص الشيباني ابن عباس وحال قوري قفكي وجوه الرئيسي بسم الله الرحمن الرحيم قرئن أها سليمان عليه السلام إني ألقي إلي كتاب كريم إنه إيش من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بعد نبالك بلقيس كالسعودي يا صقري سليمان عليه السلام محو كب اللضي بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الكوحة مقتلين لليه خالد بن سعيد بوءها روحي وجوه الري بسم الله الرحمن الرحيم قري هذا وحا لسكوا فجنكرا إن دي هذا الرام مكة مركة للجوبه qofkii ugu horeeyay ee reer Makka ah islaamkuna markuu bilowga ahaa ee bismillaahi raxmaani raxiim qoray wuxuu ahaa Khalid ibn Sa'id ibn al-'As. Laakiin haddii ay tahay taariikhiyan inta ummadu ay soo jirtay bismillaahi raxmaani raxiim waxa ugu horeeyay Sulaymaan alayhi salaam marka la isku mahay saasan isku wafajinayna تاريخ ذا مركب نبحنا في ذات مساء من أماسي مكة الهادئة الهانئة الوادعة قلب كم إذا قلبها مكة وأي دقانان شيء حسلوني نبضو أي جرتو أيا خرج سعيد بن العاص ابن أمية المكنى بأبي أحيحة من دارية في أعلى الحجون يريد الحرم وحصبحي سعيد ابن أبي أما سعيد ابن العاص ابن أمية المكنى من كابا صبحي مجعي سنة أما لو يري جري لو كيانون جري كنا يري سؤال هيد أما كن يري سؤال هيد عندها أبو أحيحة ولي خالد مينا سوق قال محمد كهل لنا وأبيه من داريتي أو من داريت من دارته أو من دارته ده في على الحجون من دارته في أعلى الحجون وعكسوا بحي قريقي ودقنا قريقي ودقنا يوكيل حجون ماشي هذا السرعيس وحجون ودركتين ده حاجك إيضتك ويبرتين مكاسي ده اللي هذه حقا يحرمك يقولون ده يريد الحرم وعكسي السعودة حقا يحرمك وقد اعتم بعمامته الحمراء الثمينة الزاهية وعون صاحرتي عمامة ديسة قدودان أما عس قاليق أهيد قرح دان أبنيت حما وندو مكة وطا وخلع على منكبيه بردا من حلل ملوك اليمن وحقرب كساء وصصارتي وقسورتي قو ورنتي نوع لغاك يا يمن موشا بخطوط الذهب قول وحر لي ذهب يعني وحرينيها قو أد وحرقون يا مكة شال ضدي الهيدبا ايا قربها اسارا شال كان مركا اد بو قرخ بدن يهايو وحا توشيحيس يهي اما سال لو خردي ده ومشى بين يديه طائفه من غلمانه المقلدين بالسيوف وعرس على مركا قار كميده كوي اسو غلمانتي ساهي او مد والبوسيف ومركا جروح سيو حرين وكان على يمينه بعض اولاده
مديقته وحا كحيق أولاده ودري قار كمده وعلى رأسهم ابنه خالد وعلى رأسهم ده ابنه خالد وحانا هو جامينة ويلا شهر سادو اه ويل كيسا خالد واني كمان تقصد ايكو سعطاء. وكان عن شماله طائفة من رجال قوم بني عدي بني عبد الشمس بيد حين وحا كحيقا تضي اسكتول يهون الراب بني عبد الشمس وهم يخطرون في حلل الديباج والسندس يو آد يدو معركتي تبختوريا وغو حرقونيا حريرته تيدا جلعسن ee xulasha ah bilada laga dhigto run ahaantii. Yani waxaa ka muuqda xoogaa noocan si faajeertana ee qab weynin baa ka muuqda si u socdaan u xarabaan ee isu jajabinayaan. Falamma atalla abu uxayxa cala alxarami abu uxayxa oo ah khaalidka aan ka hadlayna aabihii oo saca saciid ah markuu xarabka ku yimid qaala annaas dadkii baa markuu waxay yidhahdeen laqad aqbala dhutaaji إنك تاجك وتيباي مت تاجكنا طبعا وكانوا يلقبون بذلك تاس أيا لغونا نيس جري أو لأنه كان إذا توج رأسه بعمامة فلا يعتم أحد من قريش بعمامة من لون حتى ينزعها فعاذا أي هضو عمامة وحرته عمامة هضو مضح صارته ضد كماشة دقان يما كد دقان وراء قريش عد حرن جرتي عمامة دي سمجنة إلا يسأل إنه أسكن لك مويا هذه الأركو أبو أحيحة أما سعيد بن العاص وإمام حرا إمام دي سعيد كل عجرتي ما ينجرين إنا حرات إيضا قلال مركو يسوي 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 بحيو أما أطورة أمبال حرا جري سادرت إساق وحل نجر ذو التاج أما ذو التاج فأوسع الناس الطريق له ولمن معه حتى أخذ مجلسه تحت الشمس تحت الكعبة وعصاص عضبة وسوق يسوق بارت كاوتا أي ضدك حيوب بني وضدي واللوب بني والله بنا كده ابن هلكي وفريسان لها كحبضة هوستي إذا يفرست وهنا أقبل عليه أبو سفيان بن حرب وعتبة ابن ربيع وأبو جهل ابن هشام وغيرهم من سادة قريش يحيونه وكم ما شاف فريسة وأنك كان هي بدله اللي جه بيسانه يو مقام كي وهلك ماموس وكله ماش وجوه مركي وحوي من من كانوا كمدهين أبو سفيان عتبة أبو جهل إيو دقيدي قريش بأوي من إيو مكة بحلوغين إلا صلى الله فقال لهم مكة سوي دي سؤال مكة بدك إيم هذين ما خبر سمعته أن سعد بن أبي وقاص تبع محمدا وإيو ورم ورك أن يسوى جاري إيه أه سعد بن أبي وقاص صحابي كان سعد هو مقعابه ونصامري إلا ليه النبي محمد بورعي محمد بورعي إلا ليه النبي مرة هاي عدل بل إيه ورم حكي جير وركاس وأنه ترى على رجل من قريش فشج رأسه وأسال دمه لأنه نهاه عن الصلاة لغير آلهتها لأنه نهاه عن الصلاة لغير آلهتها ثم قال واللات والعزى إن ظللتم على تهونكم هذا مع محمد بن عبد الله مداراة لبني هاشم لأن هضن له وحدي مركاسو هضنا من قريش كمني أي أنتو أبحي ومدح الأوعي مركز لي كدابي محايل نهاهم عن الصلاة لغير آلهتها وهو كرر يا بي كعبد آله هذه محن هن إلا تكذو مركز حقوق دارته والله تو العزة هدي محمد صاد والله دق ميسان إيو جلجلة عن تقول دق ميسان يف جباسي أنا تقول دار بني هاشم والله هذا وضان كل جيب كفلا لأمنعن إله ابن أبي كبشة أن يعبد في مكة وحنبري الدونة والريب الدونة إن أبي كبشة نبي كوضا صلى الله عليه وسلم إلهي سئن مكة لك عبده طبعا أبو كبشة هس وحلق وضا والحارث ابن عبد العزة ابن رفاعة السعدي وننكي قبي حليمة السعدية حليمة سعدينا وحي نوجسي نبي صلى الله عليه وسلم ما دام إيه إنه جسي يسوق محمود نقني مرك حارث أبو كر نقني صامة إلا ما دام أو نبي جوحان نجي حلم سعدية نجسي إسنو الحوها وذي جيدي وا سأدرت النبي جمرك الروان إنه أنا إنسان بحيله جريل ابن أبي كبشة أبو كبشة ويل كيسي أيوة كولا حاجة رضاعة وإن فهمنا صامة طيب حيري تحصل أن أنتو سندونا بلا. ثم عاد في مثل الموكب الذي جاء به فلما يتخلف عنه أحد غير ابن خالد كدي من وحو درك سؤال الله هذا أنا ماشي سدي بقول عبتي
dadkii markaa garbaha kaga jiray wuxuu dhalay iyo wixii duqeydii markaa uu watay iyo qiilmaantii uu watay iyo dadkii tolkiisa ah haddana dib dambe u rogaal celiyeen. Keliya waxaa ka haray wiilkiisii Khaalid oo markaa wiilasha u dhalay markaa horseedka u ahaa. Marka wuxuu xasanka ka hadla aad aad u kibir badan oo iska daaya xitaa in isaga lagu diiradaayo mara uu xirtay aan la xiran karin. Waa ninka dhalay Khaalid dhalay maradiisa xitaa lama xiran karin, iska day dumarada suuqa taalo qof walbaba nilo jeebkiisa inta ku jirta uu ku beecan uu ku baayici karaa ama ku soo gadan karaa ayaa lagu dhiiran karin. Inta markay dhacday kadib, laqad dhalla Khaalid ibn Sa'id ibn al-Aas fi al-Haram yatanaqqalu bayna majalis al-qawm li yatasannama akhbar Muhammad wa yatasamma lima yuqalu an da'wati. Halka aan u socono marka shakhsiyadda aan rabno inaan diirada saarno oo halka kan aan rabno inaan xusno waa Khaalid, oo inanka isagu u dhalay wiilkiisii. Khaalid markuu aabihii ka haray xaramku iska dhex joogay, maro meel buu aadaa, mar boqoruu la fariistaa, marba fagaaruu fariistaa. Intaa marka muxuu raadinayaa in uu xooraansado oo uu xog urursado ee wax badan uu ka ogaada nabi Maxamed horta muxuu yahay, iyo inuu dhegadhegeeyo waxay dadku ay ka sheegeen dacwati Muxamedin sala allahu calayhi wasalam. Halkaasuu ku haray. Falam yajid fi kulli ma samicahu can alrasuuli salawaatu llahi wasalaamu calayhi ma yubadiru dalika alxiqad aladi ra'ahu min abihi cala muxamedin waasxaabi. Markii uu informationkii iyo xogtii urursaday baa waxa u soo baxday waxaan aabihii ka muuqda oo xiqdiga uu u hayay nabi Maxamed sal allahu calayhi wasalam. Waxa loo baahan yahay inaanay ahayn oo bimacnaa maanu helin akhbaartii uu urursaday iyo xogtii urursaday wax mubarir u noqon kara ama justification u noqon kara xiqdigan intaan la eg ee aabihii uu nabi Maxamed u hayo. Wuxuu yidhi ninka kan dacwadana dadkii wanaag ay ka sheegayaan inuu aabbahiisa ula dhaqmo yiraahdo wallahi haddaydan iraacin xitaa keligay oo hinqan doona anaa meel saari doona cidda ku dawafeyshay inuu xiqdi u qaado iqaar u dhirbaaxa ee ku dhiig ka keena taa ma ahayn buu leh aabbahay saasa u soo baxa aw ma yusawwiq tilka adagiina alatii kaanat tatanazza fi nafsihi wa nufusi shaadati quraysh ama wax keeni kara ee runtii meel marin kara daqiinadaas ka muuqata. Adaqiina luqada carabiga waxa lagu waa xiqdiga iyo kuriga marka qofka hatred ay ku jirto nacayb ku jiro oo runtii ka muuqatay amaba marka leeyahay tatanazza waxaa laga wadaa saa u dhex maraysa ama wax quluubtooda ku jira waxaan ay u hayaan nabi Maxamed waxaan barina marka malaha. Marka waxaa la rabaa in lagu yiraahdo haddaba ninka Saciid meel cidluu kala qaada nabi Maxamed saadatu quraysh xiqd un baahay laakiin nabi Maxamed wax lagu dhaliilo in nabi Maxamed sal allahu calayhi wasalam leeyahay laga sheegay inaanay jirin baa usoo baxday Khaalid ibn Saciid ibn al-Aas oo dhalay ninkii Abu Huayxa. Walama aqbala al-layl habeenkii marka la gaaro gobolka u dhacay caada Khaalid ibn Saciid ila daaratayn gurigoodii duugu laabta Khaalid ومضى إلى مخدعه دون أن يمر بحجرة أبيه ليلقي عليه تحية المساء كما كان يفعل كل يوم. قول يمركو تجي بأس أس عذيب يقال كي هردد وسكتين عاد نحول هاي عندي لمركو قول يصاب قال يون أبيه وها وسلامة أم ويرى هذا هاي أي ورا أبو أنتو ما صمل وح سلامة يجوق ويرى مركا ملها سأس عذيب يروح عذيب قال كي أصحن لها ثم استلقى على فراشه الوثير يريد النوم كدبنا جوجشا راحة بضم إلا سيدا كم مقاتر هر لضم مكرد شيء بو هالكا اسكو بلقي إيضو مركا ورادين إنو هردو لكن النوم لم يواتي خالدا ولم تكتحل به عينه وحو سيس رغرغو وحردو كي كتي من مركا ملا إنه وسجلين واي لم تكتحل به عيناه لبديس ان دود هرده كوما ان كولن يعني مسيح انه اسم جديد. فقد استبد به ارق اطار الرقاد عن عينيه وحانينكا مركي با كيميد سو جيد هرده كدولي لبديس ان دود استبداد كلغه العربيه صوما وخي لا غار نقد ديكتاتورني ولا نقد اصلا كلمه ارق انا وسو جيد رقاد كان هرده سي مركا و هو استعمال الليتريتشر ليترلي اد قروح بدن وعلى فقد استبد به أرق أطار الرقاد عن عينيه هرد الآن يسجد عندها عنده سمرك عيسى أسجدان بوهبين كلهم كوه بريست وكان الذي يشغل باله أمر محمد
waxa maskaxda markaa ka haystay oo la mashquulay marka wuxuu ugu taagan yahay aragti bu seexan kartay nabi maxamed arrinkiisii wamaa yadcuu ilayhi wuxuu dadka ugu yeeray wakhawfu min an yabtasha abuhu bihi batsat aljabbariin yusuu ka baqaya aabihi nabi maxamed intuu u bareero oo dhibaato uu gaarsiiyey marka nabi maxamed wuu baqanayay marka in aabihi uu dhaarto waa nin awood leh wuxuu rabana meel marin kara bacd allahi jala wacala tabcan dadkuna ay ka dambeeyeen kelmadiisu masmuuca ay tahay shilin iyo xoolo lagu dagaalamahayo dad iyo maaragtay wax alla wixii lagu dagaalama lagu hayo marka wuxuu ka baqayaa nabi maxamedna saan buu u wanaagsan yahay dacwadiisu saan bay u qurux badan tahay aabihiina saan buu u kibir badan yahay marka batsat aljabbaariin dadka iyagu dadka isaga durduriya ciqaabkooda in aabihii uu nabi maxamed mari uu ka baqayay wafii lhaziici alakhiiri min alleyli goosinka ugu dambeeya habeenkii markii la gaaray nahakahu nucaasu fa aslama jafnayhi lilkara markiiba uu tamar dhigay oo lulmadiibaa ka awood badisay hurdadii kadibna waa uu seexday alkara luqada carabiga anoon baa lagu magacaaba jafnayna waa labada indhood wey wamaa huwa ila qaliilu xata haba madcuura mumtaqica alwajh in yar markuu indhaha isgeliyaba waa kan isagoo argagaxay waatuu soo sasay markiiba uu soo booday mumtaqica alwajh markuu hurdada kasoo boodayana wejigiiso dhan baa isbedelay qofku markuu argagaxo wejigiisa ka aqrisan kartaa yartajifu min hawli ma raa isagoo la gariiraya waxa uu arkay ilan riyaa la tusay oo aan sahlanayn wayahtazu min fardi maa caanahu yaquul isagoo la gariiraya wixii dhibaatadii wuxuu ku arkay hurdada uu soo booday wahuwa yaquul isagoo leh axlifu billaahi ina hadii ru'ya la ru'ya xaq ilaah baan ku dhaartay riyadan aan arkay caawa waa riyo xaqa wa inii maa ra'aytu kadiban wax beenana inaan arkin wa qiyaasaya haddaba muxuu arkay laqad ra'aa khaalidun nafsahu waaqifan calaa shafiiri waadin saxiiq min awdiyati jahannam wuxuu is arkay uu ku riyooday isaga oo taagan tog aad mool u ah gebinkii meesha qarka taagan oo togaga jahannama ka mid a laa yudriku طarf maadaah oo ishu aanay gaari karin halka ugu dambaysa walaa yacrifu اlmaru qaraarahu qofkana aanuusan garan karin ha meesha qaraarki meesha ugu dambaysa aanu markaa garan karin tiibaa u muuqatay wuxuu ka soo susay ama uu soo isagoo arkay godkaas togaasuu dul taagan yahay hoosna waa meel aad iyo aad u fog oo ishu aanay qaban karin oo aad iyo aad u fog argagaxba markii lasoo toosa wakaanat tatalada fi hadihi aw fi hada alwaadi naarun lahaa shahiiqun wazafiirun yakhlacaani alquluuba khalcan togan marka u muuqda waxaa ka ololaya dab dabku marka waa dab himhiimsi iyo hiraag baleh yani marka waa aragtay dhawaqa uu dameerku uu sameeyo markuu qaylada bilaabay iyo markuu soo gabagabaynayo ayaa luqada carabiga waxaa lagu magacaa shahiiq iyo yaraaq ama mazahiiq zafiir iyo shahiiq baa lagu magacaaba waa waxaad moodaa meesha marka waa meel dad baa lagu cadaabaya yakhlacaani alquluuba khalcan oo qalbiga saa usoo dhufanayo wa yahsiraani nufuusa hasran wa fii nafsi alwaqti haddana ay ka muuqato in qalbiga saa u miirayaan waxa markii ay aad aad u culus yihiin oo nafsadaada ku culus yihin waxaad moodaa qalbigaaga in si uun maaragtay loo marmaarayo ama loo miiriyaad moodaa tii markuu arkay falama hama bilibticaadi can shafiiri alwaadi markuu isirili u argagaxay wuu sasay bal ka durug oo ka bood dhan ugaga dhaqaaq togakan qarkiisa isyiri baraza lahu abuuh aabihii baaba usoo baxay waa riyadi wa akhada yashudduhu ila annaari bicunf markaasuu saa intuu usoo qabtay buu si xoog leh intuu usoo dhuftay buu wuxuu rabaa xaggaa iyohe naarta inuu usii kaxayo fajacala yuqaawimu abaahu ashadda almuqaawama isna intuu iska caabin karo tamar intii ugu fog lahaa buu adeegsaday su aabihiis aga caabiyo wayusaaricu aqsa almusaaraca markaasuu la lagdamay xataa idaa fulla cazmuhu markii haddaba uu noocan maa uu tamar dhigay oo ninkii cazmigii markaa meesha uu tegay wa owshaka an yahwi ilaa shafiiri jahannam uuna halis u noqday inuuba ku dhacdhaco halkaa ku shalwado naarta jahannama oo meel xun ay maraysa ilaa aabihi uu ka awood badan yahay marka kan sida ka muuqata
riyadii markaas sida ka muuqata asyaabihii noocan ma waa la stoor tuuray. Markii uu yidhi khalaas, maaragtay nugeyl uu soo galay oo tamartu ay tagtay, uu yidhi waad ku dhici doontaa meesha. فإذا محمد بن عبد الله يقبل عليه، فإذا محمد بن عبد الله يقبل عليه، النبي محمد بقى أصبح مرك ويأخذ بحزامه بكلتا يديه مركز النبي صلى الله عليه وسلم، حلق الصون كان لقى حرته، بولويس قام مصاع وقبته، ويجذبه إليه جذبا، مركز ديب أصبحت، وينقذه من السقوط في شفيري وادي جهنم، مركز النبي قام بدبادي، وعقبت بادي أنه كل عهد، وادي قام استقى جهنم، أنه كل شان النبي قام بادي. رياض أبو أركي خالد ابن سعيد ما كاد ينبلج الصبح حتى مضى خالد بن سعيد إلى منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه واجا مركو بريو صعود اللعي أيو نينكي خالدها وشكو قاضي وآذي حق أقل كي يقول أبو بكر ودقنا ذلك لأنه كان يأنس به وأطمئن إليه ويطمئن إليه محايله أبو بكر من نوعا ما حوغا لفريسة كيسي هو هشام جري حسلوني ودري من جرى أبو بكر بو آدم فقص عليه رؤيا ريالي وأركي أهردوك وأركو غير مرك فقال له أبو بكر بقى فصير بحيب لقد أراد الله بك خيرا يا خالد خالدو وأت إلهي خير كل الضوان إلهي خير كل الضوان فالله سبحانه قد بعث محمد بن عبد الله بدين الهدى والحق إلهي نبي محمد كل صدر دين حق وهنون وضت وسيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون دين كان نوح نقندونا دين ديمها كالعلن كسر ريو كسيد عليه نقندونا مشركين تبها الدينين أما كهدين فاتبع يا خالد خالد هذا براع ما أنت إليه وحوك تصير فإن اتبعته هدات على الدين فتح لك أبواب الجنة وحيل دونك ودون النار الباب هذا الجنة نوبة اللقية هذه النار نولد كانت هي ذي أما أبوك صومها أبها فواقع في جهنم التي أراد أن يوقعك فيها وكل عدونا نارتا والربيع أن يقرده أدوك سواد بدبالي سمان تنبي محمد راع انطلق خالد بن سعيد ودقاقي إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه نبي وآله وكان النبي يومئذ يتعبد الله سرا في أجياد نبي ما نها مركة وعلى وجر مرحلة هذه أشوكو أدين كي مريسا مركة والنبي صلى الله عليه وسلم يشي أجياد هاي ما كان مركة تكتين طبعا ما لها أول وما لها دي حرم كمركة عن حج كي اللي هذا وما يشي هوتيل وما تأكد دي سيه أجياد ما لها ما كان لنا حتى هل كان سو النبي قرصنا وما الحرم كدرس لا نبي إلهي سبحانه وتعالى هل كان سو إلهي كعبد الجرس السر وحن كجنا مرحلة دي سر هيد أشوكو أدين كي هيد مريسا فحياه نبي صلى الله عليه وسلم مكي وقال إلى أي شيء تدعون يا محمد محمد محاضرت أنه يرسان نوشي فقال أدعوكم أنوحا إن كنت باقي والنبي قال مركوح الرباء إن عرض الله صمعي دعوة نطم حيث وحن إن كنت يريكو إلى أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك له إن أدر ميسان إلهي كلي وعدنا أنا لوضع الجن وأني عبده ورسوله أن أدون كيسي رسول كيسي إن أنا هاي وأن تخلع ما أنتم عليه من عبادة حجر لا يرى ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع إيه إن الفرحة كلب بحضان إن العبودان رجح فان أركي مقليني دبي دفعي ما أركتي واحترئي وحيالة طانة أنا كفدين ولا يفرق بين من عبده وبين من أعرض عنه أنا هنا أكل الدنيا وحفرقي أنا أسميني عد عبود عد أنا عبود ما رجح ركوعي أنا الركوع والسجود أنت بيكوك وأنت بيرد دعوة ذي وحكي كم هذا فانبسطت أصارير خالد منك خالدها فرحت بمركبة كم مقاتل أصاريرته وأما لامح ذا فيتشرز كقف كوجي يسوي مركو قف كفرحه وضع برسن كرتا مركو وجي يسوي بدلها مركو حناقه مركو كأقلية مركو كديدية مركو أرجوع من آدم طبعا حال كان مصح قف بوب بوكسي تلا أقرن كرو مركو أصاريرتي هي فرحت بمن تي كم مقاتل وجي يسوي دم بايس فرفر halka waxa tarta ka dareemi kartaa daacwadan diinta lagu sheegayo waxaan tarada badan muhaadaraadkan iyo dawaadkan waxaan tarada badan diintu ma baahan mufrad yar baad dadka loo sharxi jiray ilaahayna qulubtooda fur jiray waxay ku xalanta qofka gudbinaya niyadiisu ay tahay ee qofka kan qabuulka u baahsha u hayo ilmihim markii uu farxay wa qaal wa qir ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka ish wa annaka abdullah wa rasuluhu halka waxaan ku qiri hadaan khalidah
إن إلهي مو يعدك لو يعبد أنا الجن أننا محمد إن أتاه رسولك الله. فكان خالد بن سعيد بن العاص مركا لقبت مركا حالدا أوليه أشهد أن لا إله إلا الله. خالد بن سعيد روح نقضي خامس خمسة أو سادس ستة أسلم على ظهر الأرض. شنتي يقول الرئيسي يعني شنتي يقول الرئيسي كي شنية أما اللي يقول الرئيسي كي اللي هي دين تن إسلام كقاتي أرض الجود كده مركز للجوجو إن لم يسبقه إلى هذا الفضل العظيم محايا خير كان كجمهور مر محاكه الرئيون غير خديجة بن خويلد كو وزيد بن حارثة لب وعلي بن أبي طالب سدح أبو بكر الصديق أفر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. أنت أبو بكر الرئيس مركي إن جيسو مركي لا ذا هاي أبا هاي وحو أها شان كي شاني وحي كوضا أنت مركي سو إسلامت إنجر مركان حوغاي ركبحو مسألة تاريخية منو غير كي واحد مقلي ساس حابي للي هاي وحوغا نينكي أفراد أو إسلامي منو واحد مقلي ساس حابي للي هاي نينكي لحاد أو إسلامي iyadoo marka dib loogu laabtana uu noqon karo ninkii nin islaamay dabcan kii boqolaad uu noqon karo badanaa markii howlahan oo kale yimaadaan taariikhiga arjixiyadeedu waxay ku xiran tahay waa waxaa loo eega matalan had cunu khataab oo kale marka laga hadlayo ama wadaro kale abu daru ID-giisa waxaa ku qoran ama siiradiisa waxaa ku qoran ninka afraad inuu ah xaq marka si kale loo milicsadana maaha marka waxaa laga wadaa markii leeyahay ninkii saa ah marka makala joogo ila dad fara badan waxaa jiray alxabasha joogay oo dad fara badan maka joogay kaga horreeyay islaamka. Marka waxaan leenahay marka la tixgelinayo islaam ahaan marka la tixgelinayo hebel baa horreeyay, laakiin marka la tixgelinayo inta maka joogta hebel baa horreeyay, saasaa la iswaafajiyay haddii ay dhacdo. Laakiin dan Khaalid iyo dadba ma laha. Taraka Khaalid ibn Sa'iid qasra abiihi almuniif fi acla alxujuun وعرض عن حياته الغضة المترفة أو المترفة وعيشه أرزغيد الناعم. نينكي خالد اللي نرير لذب كسو الجيدة صامة وكسو اللحب حمرك قصري رنتي عجائبت لها منيف قصر دير وشاهق بودقنا يكوي الماشا وصر يسو الحجون نلاشا إيضو الغضة وكنا ولا ونلاشا إيضو رفاهية له برواقده اسكلنا فرو كلا بحي وعيشه الرغيد الناعم نروح كنا ولا اسك واسعو نن انقذن نن فراش كي سو غاري هي ماشو دجل ها غار اي تهي نن وخي سنن اسو قفن اسو دول سارين ما وخنا ما كنحب الا معقول ما ان مسلم باناي ابي هو اوغيدين عداوات اوغيدين النبي او هي انه ما كان لا دغنا ولحق بالرسول صلوات الله وسلامه عليه النبي حقي شو النبي وحلاله وجعل ينتقل معه مع ومع أصحابه بين شعاب مكة فيتملى من مشاعر الإيمان. وحب الله مركة يقول النبي قال أساء ولو ريقو حد بما يشي وطقو عردو دي لقالة بورها مكة والنبي قال لجوغ مشاعر الإيمان هل كاسو النبي قادم دي صلى الله عليه وسلم يعني هذا كسك صبح مركي أنا قبطين تلقو سور وجوغا مركي لقو دمي وجوغا مركي لبع سني وجوغا نلشا قروح البضان انتو كسو دقاق وحو دور بدها ايمان كي نبي محمد انو لجوك ويحفظ شغيز محايد مركي ويحفظ ما ينزل على النبي الكريم من اي القرآن وقيب مركا وقيب جري وندوش شكا قيب جري حفدين جري النبي وحا لقو سو دجنو القرآن وعبد الله سرا خوفا من اذا قريش سقر سوذين اله وعبد جري سو كبقي نمكي قريش انا اذي يديان. فلما طالت غيبة خالد عن البيت لأن جرجو كم قيها ولا تبيها مركي مقنان شيهسة وجرجو كم قيها مركي أي دراتي افتقده أبوه أبيه باتبي أو بارباري فلم يجده وأبل لواي ما بكبه. فبعث العيون وراءه كدي من من سر دوم بوصادر ورنيكي أخبار تسالي كان فجاءته الأخبار تقول ورك وحي أي إذا صوت ترامبا وحا لورق لي أبيه وحا لويري إنه أسلم وتبع محمدا وين كان بعد جويس خالد وإسلامي ورواكا كو نبي محمد نورا جنون سيدي مكة مكة أذيجي دي ونك سريمان واجا أن وجرين مركيبة رنتي ومير وهي يعني معنا أنتو قف والان كرواش. فما كان يظن ظنا أن أحد أولاده تبلغ به الجرأة أن يخرج على سلطانه
weligii kumaba fakerin, marihiisana kuma soo dhicin in mid owlaadiisa ka mid uu ku dhiiran karo inuu aabihii uu khilaafo oo maamulkiisa uu ka baxo, wayakfur billaata walcuza wayalxaq bimuxamadin, uu ku gaaloobo labadii sano allaata walcuza nabi muxamed inuu haleelo, xisaabtaba uguma jirin, iskuma u dhufsan barnabaradaas. وأرسل إليه مولاه رافعا وأخويه أبان وعمر مركز وحو كدب الدري نيكي موليه ساها يقولي الجوغ رافع لديه جري لبوي له الله الشيخ خالد ولغو مقع أبان عمر وكدب الدري فوجدوه يصلي في بعض الشعاب صلاة هزت قلوبهم هزا وحي يوغن الضبك عامبا وحي دول إشتاقين إساقا أوه مكة يبوره إذا كل حتو كان صلاة رنتي قلوبته الآجل وقررته إلا حوغاه ويدوري ما أركي وأترعت أفئدتهم راحة وأطمئنانا إذا مر كان قلوبته ذا كبو حسي راح يطمئنان إيه كاب حتى وحي لبعين سيدا قروح ذا بضان وتكنيو ولا الكود وتكنيو وما رأت نفوسهم سلاما وأمانا قلوبته ذا وحي لبو حسنتي نبت قلي إيه النبطان با إيه أمني فقالوا له مركا سيحي كوير هذي إلا أني منك الله صدر أن شقك سوقفتان وركي سكينان إن آباك يدعوك للقائه أبها وحو كل يحيي لكل أبها وكدوني وقد استشاط غضبا لتركك المنزل دون إذن منه آدنا وعرود أبها إن توقف عرون كرو فركو تورتي مرها دادو قولي قيسا قد لقا قضاء أضوء وح إذن آدن قادن أبها نكو عرسين وركنا فرتي كسارة فمضى خالد معهم خالد ورعي أبها وكوي ريدي لي وسكر رعي حتى إذا صار عند أبيه حياه بتحية الإسلام أبيه مركو تلبوه السلام عليكم بكم بالله نكا اوغي بوحا السلام عليكم فقال له ابوه تبا لك بيلي هلك باكو سكنا لي اصبأت عن دينك ودين ابائك واجدادك وتبعت محمدا ما هضر انت كي الى تي دينك دينك يا ابيوك كي او يا شواد صرع دم يا محمد فقال خالد خالد وصدق ان جوابه وحي لم اصبأ أنا ما إيلان يعني صب قفك مركل اللي فلان صابي وأنا ملع وما شاد كده هاي بارتا سوق قال وح شقكم له بيحنا مو كان عاود أنا لم أصبا وإنما آمنت بالله وحده لا شريك له أنا كلي إلههم بالرمي كلي شركنا أنا الله وحلا لا شريك له وصدقت بنبوة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه نبي محمد والنبي هان والرمي ونبذت هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله أصنام تان إله الشكيد العبود إسان فرهن كرب حوان طور وهو قعن سيد فقال أبوه أبي وعمر أجابه ويحك أتقول إنك صدقت هذا المدعي هو هذا الله هذا إنك كان ورق وحي وسكشك مدعي قا وحد دليني أنا هو ذن أي الرميم هذا فقال خالد ما هو بمدعي إني وحسك الشيء قال يما وإنما هو صادق يبلغ رسالات ربه وأرون شاق جارسين يردك إلهي في الرميس وينصح لي ولك وللناس أديقي أني كان نصيح أنه يهددك إذا الكذب فقال أبوه أبي بمك الجواب لا بد من أن تعرض عنه وتكذب وحتكو خصبان تحد وخالد وحق يداي إن أضمانت أتكو عن سيد النبي محمد أن بيني سيد فقال خالد لا أبدا أو لا أفعل ما دام في عرقي ينبض ما دام في عرق ينبض صورة قلمها إن سيد السمي انتي بحلد جيركي كجراي ومركا ساو دقاق وشقين ليجي سن وشقين فقال ابوه اذا احرمك من رزقي هذا ما بده كجا سمعك الوام حاله ان كسين جري لان ابهانا وانا هاي بيل كاغو اسارين انتدنا انتدي اد وبهنين انا هاي وحصل ما كهو جني مهل دون فقال خالد ذاك اهون ما انت ما انتظرته منك واقل ما توقعت انت وحدة شيء شيلكم مسيني الا لا ووح أوسع لنا نكافي ليه ونقول ير توحوي نكتي ذا كمان فالله الذي رزقك يرزقني فالله الذي رزقك يرزقني الله أديك أرزقي أبو وحولها أن ترضى بضنا ما أنت كبير كي سنتاجة كجوب بحي الله كسيب أني يعني أرزقي فتميز سيد بني عبد الشمس غيظا منه مركز هذا أنا أولي عرك إسكو شرر عرماشي ودن بيسك قال وانهال عليه بعصا غليظة أعدها له مركز قل أضي يا سند بكرد العمر فشج رأسه وأسال دم مركز مريح الدقر انتو كجرسي ديك سودادي
مرة كان أنا دلعي يويل كي متاجنا وما زال يضربه حتى جعل الدم ينبثق من رأسي وجسده بثاقة وحقوق لك الصربة ليك بصا وقصر برغد جركي سمرك. ثم أمر به فشد عليه وثاقه في ريح الحراء مركز الحر حدنا وحبس في غرفة مظلمة مركز قل يروه مدينة ولا بحر وأيسوليت الله قديه ومنع عنه الطعام والشراب 3 أيام سد حمال مرض وحب عبي وحمونا ولا الدين. ثم جاء في اليوم الرابع مالك أفراد مكة مريسه أي وحى من نفر من أهله ضد كالصعداء وأهل كيسا وأبيه كالصعداء وقالوا كيف أنت يا خالد خالد بالنورا. فقال إني أتقلب في نعم الله عز وجل والله أن محمد سجد حجره وأسكر له قيامة شاتكده إلى النعم تيس. فقال أما أنا لك أن تتوب إلى أن تثوب إلى رشدك وتطيع أباك وميان عقل قاعد كسين ولي ميا إن هنون كاقدي أنت تقول لا بتعم عقل قاعد يقول لا بتعم وإلى يا رب معناته أبها أدي يعني ولي كم فكر ميا. فقال مركز شهير أما رشدي فما فارقني وما فارقته هذا عقل تاعي أنت مي هرتني مير قبان كلمة مركز الله قوي معناه مير كي جوجا دقيقنا ممير بيلين. وأما أبي صومه أبي مكي تاجنته فلا أطيعه فيما يعصي أو يعصى به الله عز وجل وح إلهي لو عاصين أبي كده جيسن ما. فقالوا وح يقول هذا قل لأبيك كلمة ترضيه في اللات والعزى يفرج عنك أبها وحاطوش أكثر من كتر هذا كلمة نوعا ما ترضيه في اللات والعزى كلمة إساق فرح جلين كرتا لا تأي عزى وأمان أسكي كهدائي. فقال إن الله والعزة حجراني أصماني أبكما في الله ما بلوان أحبه لقنا أنا لهين هل لنا كريم معك أمانا وإني لا أقول فيهما إلا ما يرضي الله ورسوله هذا ما حكى الشيقين أنت وحي إلهي رسول كسر لي قلين كتنبع الشيق ياي أبهي وحكم الشيقين بأنه مشيك واللي يفعل بي ما يشاء وحضانا صمد. شد أبو حيحة وثاق خالد هذا حرق وأمر أتباعه أن يخرجوا به كل يوم عند الهاجرة إلى بطحاء مكة ضد كين وحو فري إنه يمر البابا ما له بركة ظهر كلا جار وقت نوعا ما ورور وجرو وقرح ذو كلوش هاي مكة بنان كذا لا هذا وأن يلقوه بين الحجارة حتى تصهره الشمس ويروح حكوا له طورتان لك هانتا مكة ضركتين وحيسس بصلب أي تهاي عدقتها كل حطورة بيل سيق الرحض بقول على عليه فلما فكان كل ما أخرجوه ألقوه في الهاجرة مركز دي بدأ أنت الله صاره وأي قرح ذا أقول ديقان وهل كأي ديقان يقول أحده جير خالد الحمد لله الذي أكرمني بالإيمان وعزني بالإسلام وحمهات إسكاله الله إيمان نئوما موصي إسلام نئو شرفي إن ذلك كله أهون علي من لحظة عذاب في جهنم التي أراد أن يلقيني فيها أبو أحيحة ويري وحنا دبكن هذا ان اني دب دريمه وحا وي كسهلن يعني معنى مركه لو بربر دغو عذاب جهنم وابهي الى الدمع سنا ابو حي حقه ان يغردو ترى اي كسهلن بي وجزى الله نبيه وصفيه عني وعن المسلمين اكرم الجزاء الى هين ابا المرء وناكسن هسي نبي محمد ايو ما ارتي ميدك او دورته نبي محمد اني المسلمين تبع الهي مركه نبي محمد خير الله الله سي. ثم حانت لخالد فرصة فتفلت من سجن أبيه فرصة بأتمت خالد وكجب حصده حبس أبيه وكذي ومضى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وصلوات الله وسلم عليه حبس وكسب حصد جانس بوهلا نبي وآدم ثم ما لبث أن لحق به أخواه عمر وأبان وحكس الضاب حي مكة لبذي ويل إلا شيء كلاها أبان يش عمر ذيك الضاب وانضم معه إلى موكب الخير والنور إيجا ويكبيرين خيرك أسر عين عند ذلك أسقط في يدي أبي أحيحة أبو أحيحة هو كدرب لبدي ويلكلي أباني عمر ومركو هرأو الدري إني سوجع جوصان حكي سكانان ولا الكذب يكبيرين السدح ويل بأن النبي محمد كان راعي إسلام كان راعي أضيقي تي مركا فبرقان بكل عادي وكسي الدرب وقال مركسي واللاتي والعزى لاعزلن بمالي بعيدا عن مكة فذلك خير لي انت والله ودي سنم كل ارتبه
xoolahayga waan kala fogaanayaa maka, buri saas ay wanaagsan. Wala ahjuranna ulaika as-subata alladhina ya'ibuna alihati wa arbabi, kuwan ishay ee wax ka sheegay alihadeedana waan ka fogaanayaa buri. Thumma intaqala ila qaryatin qaribatin min at-Ta'if, wukasoo gura maka, wuxuu degay tuulo yar u dhow Ta'if buu degay. Wa dhalla fi hatta mata kamadan wa ala shirki, halkaasoo marka ku dhintay isaga oo ciil iyo xasrad ba la dhintay, mushrikna ah aba halkaas abis marka halkaas ku nafway. Khalid iyo walaalkii abaan kii kale dhashay Cumar, intu waxay noqdeen dad muslimiin way badbaaday. Walama adina, halka kan marka odiga waa naga baxay. Walama adina ar-rasuulu salawaatu llahi wasalaamu calayhi ashaabi bilhijrati ila xabasha, nabiga markuu yiri haddaba idin baad haysataan, saxaabada uu ku yiri uu yiri haloo hijrooda xagga iyo xabasha, nazaxa ilayha Khalid ibn Sa'id ibn al-Aas wa ma'ahu zawjatuhu Aminatu bintu Khalafin al-Khuzaci. Khalid wuxuu ku jiray dadkii ugu horreeyay markii aaday xagga iyo al-Habasha, iyada ay la socotay u helayda haweeneydiisii ahayd Amina bint Khalaf al-Khuzaci. Waqad qaama fiha bid'a casharata sana daaciyan ila Allah, Habashu deganaa in ka badan 12 sano isagoo daaci ah. Walam yugaadirha ila al-Madinati ila bacda an fataxa Allah cala al-Muslimiina Khaybar, Madiinana dib uguma soo rogaal celinin ila markii ay muslimiintu ay furteen Khaybar, waa sanadkii 7 ila inta wuxuu deganaa al-Habasha. Fasurra ar-rasuulu alayhi salaatu wasalaam bimaqdamihi ablagha as-surur wa qasama lahu min ghanami Khaybar kama qasama lil-muharibin. Ma daama aanu haleelin Khalid ghazwadii Khaybar, aanu ku jirin dadkii dagaalamay, laakiin dib dambe uu ka yimid al-Habasha, nabiga aad buu ugu farxay, wuu soo dhaweeyey wixii saamiyadii la siin lahaa nimankii muxaarimiinta ee dagaalyahanada ama dagaalamana qayb buu ka siiyey nabiga sallallahu alayhi wasallam, sidii wuxuu u maamuusay sida nin dagaalame oo kale sadkiisu siiyey. Thumma wallahu al-Yaman, kadibna baara saar buu xoogay dhig Yaman. Fa dhalla waaliyan calayha ila an laxiqa ar-rasuul al-kariim bijawaari rabbi. Khalid bin Saciid wuxuu waali ka ahaa ama baara saab ka ahaa xagga Yaman ilaa nabigu ka dhintay meesha soo joogay. Wa fi cahdi as-Siddiq, waqtigii Abu Bakar رضي الله عنه بركي لقاري انضوى خالد بن سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص تحت لواء الجيش المتجه الى بلاد الشام لحرب الروم. خالد وعقوب بيري عيدا كلو دياريي اني كدغال غلان حقا ايو شام اولا دغال من نمكي الرومان كاها دغال كاسو كبيري. فأبلى في ميادين القتال بلاء يليق بفارس كمي مثل رنهانتي وعذر أي موجي ديرتي هكا كدعدي وعذر رنتي لم مستوى أما أقول لك أنت نين إسوغو الدقال يهان أه أو جيسي أهما وقصدها إسوغو كلا أه وعذرها أموجين لها بو موجي. وقبيل معركة مرج الصفر دقال وحاد دي لغو مقعب مرج الصفر لغو مقعب مرج الصفر إنتانو الدقال كابدعين كهر التي وقعت بالقر من دمشق. دقال كان وحا دقال كرعي ميل أولو دمشق انت من دقال كان دعين كهر. خطب خالد أم حكيم بنت الحال فعقد عليها. خالد وحو دونتين أم حكيم كبار ليه جري أي مكان بيهرسدي طبعا وحا قبي جري ومحكيم توحى قبل جري عكرمة ابن أبي جهل سيد ونوط دبر الدنيا. فلما أراد أن يعرس بها مركي والربيع ولأق القلو قالت بوحي كتري كبدي يا خالد خالدو حبذا لو أخرت إلى أن ينفض الناس من تلك المعركة التي أرانا مقدمين عليها وحوناك سنان لها أقل قلك إنا حوكا ويرك هذه الندي ودقنو إلا أن كفر حلان دون أم ما كفر حلنا انه دغالك كان ان اسلامنا خلاص عدى هنا قلب دون دغالك ما دغال لو خصبيه بالحوار كور دي ان اروس كدي ودي كان. فقال لها ان نفسي تحدثني باني ساصاب فيها وهي ان نفسي وهي يغ شكايسا اما درين كو حيسينيا ان معركه ايدا رنتي ان وهي غسو غاري دونانو وماشي اسمل ان سهلا مل مل سهلا ان انا هينو حوغا درين با يغ جيرين ان سو لامن دون. ثم أعرس بها هل كان سكول أقل كلي. وفي صباح اليوم الذي تلا زفافه مالينكي حالة مركو أقل كلي مالينكي كحيقي
وعقل قلقي كو خيغي اول ما حلو اه مركي اي دمات التحم الجيشان لبادي عيدا با مركا كوكا سايسو الضري ودقا فيها باللوضة قعمها الاسلاء هذه ودارت بينهما رحا او رحا معركة طحون مركاسا هلكا وحا كد اللاعي دقا الادي ادو بان طبعا مركا مركا رحا ووحا مركا شيد مره اوريق اللو اهانوي طحون وحا لقا وضا وطاحنة يعني ودقا الادي ادو الضرن با ماشي كده كان لا يسمع فيها إلا وقع السيوف على أهم الرجال وحبلا ما مقلين أنا نهين قو ذا كرد عيسى رقه وجيه ذا مدحيه ذا قلفوف يده ذا كرد عيسى قو أم بلا مقلين يعني الدجال وحو أها اللي سجود جنين عند ذلك هبت أم حكيم كبدي حلق ولا أقل قهي أم حكيمة هاي أيا مركي بسوبو دي كالبوءة أما كاللبوءة التي أخذ منها أشبالها maalintii gool ba ay fasashada sooma sidii gooshi oo kale ilmaha laga qaatay oo kale oo liba xakiis dhadig fashaddad calayha thiyaaba cursiha markaasay waxay markii intay saa u soo booday dharkii ay xalay ku aqalgashay bay intay xiratay si fiican u dhuuqsatay waqtalacad camuuda alfustaad tiir meeshiin oo tiirkii khaymada teendhadii tiirgeedana ay foqsatay alladii shahida leylata zifaafiha watiirkii تندري حالة الأول أقل قلي بيفقصتي وخاضت المعركة مع الخادم مركزي معركة ذي لحجي بحضة برتن كيدي قش فأردت سبعة من فرسان الرون تضبني بلوك ديك مركة معركتي مركة ما سهلنين ثم ظلت تقاتل مركز دقال كسي ودي حتى انجلت المعركة عن نصر مؤذن للإسلام المسلمين إلا دقال كوحي وضبا دقال كسو قبا قبا بي إن المسلمين تقليبت إيشوه ويانو نمنكي مركا رومان كاميلا مري لقد كان ثمن هذا النصر أرواح طاهرة زكية مضت إلى ربها راضية مرضية كنتي دقال كان أما قوشا لسوهي من إسكتي من معاي وحي تقول أي سوهي ذي أرواح راس طاهرة رأى إيه تسكيسا إربيت قاب الشيء يضا راضية راضينا لقيا وكان روح خالد بن سعيد بن العاص ترفرف بينها في حبور ارواح ذات دجال كشي وحا كم يدها روح ذي خالد ابن سعيد با كم يدها اورنتي او يضب فرحت السرور هلكا ماشي كجوكتي ولقد راى قاتله بعمي عينيه
ninka Khalid dilay ee wa Khalid Sa'id dilay ee seefta la qasiyay indhihiisa waxay arkeen nuuran bay arkeen nuur yastac fi kabad as-samaa sa isugu shareere samada bartankeeda thumma yatalalau fawqa Khalid bayna yaday nuur sa ugu dil ifay ninki Khalid aha intii ka horreysay fanadima ala qadri ashad an-nadam wa an shaki ku jirin sibaan inuu gaga qoomay dilkii uu dilay Khalid وكان ذلك السبب في دخوله في دين الله مع الداخلين من كان مركه ارنكا و هو سبب او نقضي انه اسنا سو اسلامه او دين تن اسلام كو مركه او سو غلو و احنا كم تاريخ مركه لا ريب خالص يا سوها جبا جبا دي كلمه ده تاريخ هذا الرجل وانت و اركيسا اسلامك ساسا لو سو فير جبي دي با كو سو داتي ما سهرنا دينته ما هين دين ان ما ارتي لا حدلن ان كدي ما هين دين عمل وضع تعي هدرون هانتي وعقل ايضا موقت اللي سمها له اللي سمها له انه قف الى ميتيريالك لي هل كاسنا الدنيا دين وانو ايلانا يا اخرى دين معقول ما اخرى هذي قعنت مدي ان لقو حجين الدنيا وحي تامكا مالها وحانا دليل انه الرقا كان خالد ملي خالد مسعيد يا رقا لم يتكع بالرئي صراقة دي اله الى هذا والى هنا وبالله توفيق بعد العشاء وحا سعودة كتابك